يا الله، مد عبدك محمداً بالصبر والقوة حتى يتمكن من تحقيق حلمه والقتال في سبيلك وحمل راية الحق للدفاع عن وطنه. أقسم أنني لن أوفر أي جهد إذا تمكنت من تحقيق هذا الحلم وأصبحت جندياً في الكتيبة الخاصة. سأركض إلى جانب إخوتي كتفاً بكتف، وأتسلق الجبال وأعبر الأنهار وأنزل في الخنادق، وأضحي بنفسي حين يلزم الأمر فداءً للوطن. بسرعة! أحسنتم يا أطفال! هيا أيها الشجعان، لا تجعلوا شيئاً يقفكم في طريقكم. أحسنتم! هيا تابعوا! أقنع نفسي أن تلك الغيوم السوداء ستتبدد قريباً، ولن أبقى لوقت طويل أسيراً في غرف هذا المشفى أنتظر شفاء هذه الساق المصابة، بل إنني سأنضم إلى صفوف الكتيبة وسأقاتل جنباً إلى جنب مع أخي ورفقائه حتى أنال شرف الشهادة. قدمي لم تشفى بعد، وصبري بدأ ينفد، وقلبي أنهكه طول الانتظار. يا رب، أنت القدير القادر على كل شيء، لا تترك حبي للقتال في سبيلك حسرة في قلبي، ولا تؤخر شفاء قدمي الذي بات حلماً أتوق لتحقيقه كل يوم. أرجوك يا رب ساعدني لأخرج من هذه المحنة. أنت تعرف الحزن الذي يملأ قلبي وينغص علي عيشتي. أرجوك دع هذه الأيام تمضي واشفي قدمي وساعدني على الوقوف من جديد، فلم أعد أطيق الانتظار ولم أعد أتحمل رؤية نفسي ضعيفاً في عيني أبي. راودني حلم الليلة ولا أعرف لما رأيت فيه أملاً رغم كل يأسي وحزني. فقد تبددت الغيوم السوداء فجأة وأصبحت السماء زرقاء صافية، وكأن ذلك الماء العذب الذي شربته غسل حزني ويأسي وأعاد القوة إلى جسدي من جديد، ولم أعد أحس بالألم والعجز في ساقي في تلك اللحظة. يا رب، أنني اليوم تائه في الصحراء ولا أقوى على الحراك، ساعدني لأقاوم تلك الأوجاع والألم، ومدني بالقوة لأكسر تلك الأغلال التي كبلتني. اشفي قدمي العاجزة لأتحرر من سجني، لأقاتل في ساحات المعارك وأستشهد فداء لوطني. Sigh.
هيا الآن، يكفي، عليك أن تساعديني. ألست لي؟ ألست مني؟ هيا. لقد عشت حرا وسأبقى. والآن علي إكمال طريقي وتحقيق حلمي. هيا بسم الله.